او لابسين مشرشر ومتقطع من الجناب او لابسين او عايز اسال حياء النساء، عايز اسال حياء الشباب والالفاظ اللي بنسمعها يا شيخنا. انا عايز اسال عن الحياء في البيوت، الحياء حتى في البيوت، حياء الاخت من اخوها، حياء انا عايز اسال عن الحياء في الجامعات كيف حاله، اجيبوني بالله عليكم. عايز اسال عن الحياء في المواصلات، عايز اسال الحياء في الشوارع، عايز اسال الحياء في كل مكان. يعني عايز تقول لي يا شيخنا ان في حياء ولكن هذا الحياء نادر، نادر ومحتاج اظهار، محتاج ان هو يظهر وينتشر النهارده. ابرز حاجه يا شيخنا، ابرز حاجه في ديننا هي الحياء. نعم، الحياء كله، الدين كله حياء يا شيخ. نعم. دكتور محمد، ديننا كله حياء. وانا عايز بس اصحح لبعض الجمل. احيانا يكون حد بيسال اسئله في اشياء يستحي منها فيقول لك لا حياء في الدين، وهذه الجمله غير صحيحه. الدين كله حياء، لكن لا حرج في الدين او لا حياء في تعلم الدين. فالمراه سالت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هل على المراه من غسل اذا احتلمت، وسالت عن التطهر، وسالت عن كذا وكذا والجماع وغيره. فالشاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاسوه والقدوه، ان لم نتاسى ونتعلم من الحبيب النبي ممن نتعلم بالله عليكم. ومن يكون قدوتنا ورسولنا في الحياء وفي كل شيء افضل من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان اشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاه والسلام، من العذراء كان وجهه يحمر صلى الله عليه وسلم حياء، كان كله حياء. والحياء كله خير، والحياء لا ياتي الا بالخير. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان حارثة بن النعمان افسده الحياء، قال لا تقولوا هذا، لو قلتم اصلحه الحياء لصدقتم. ولما وجد رسول الله رجلا ينصح أخاه في الحياء قال له دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان. نعم. حياء سيدنا عثمان كلكم سمعتم عنه. سيدنا عثمان بن عفان من شدة حيائه كما يروى في الأثر الصحيحة كان بعدما أسلم كان لا يغتسل عريانا قط، حياء من نظر الله عليه. نعم. يجهز ثوب خفيف شفاف يغتسل فيه. يقول ما مسست فرجي بيميني منذ سلمت بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حياء سيدنا عثمان تستحي منه الملائكة، حياء الصحابة كلهم كانوا حياء، كل صحابة كلهم حياء من الله، يعني يملأهم الحياء من الله عز وجل. إذا كنا نستحي من البشر فالله أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى جل فعله. إذا كنت تستحي من أبيك أو تستحي من رجل فالله أولى بالحياء. يبقى إحنا ينبغي أن يملأنا مشهد الحياء في هذه الأيام. نعم. ونكمل بقى في مشهد الحياء إن شاء الله بعد أن نأخذ هذا الفاصل ونواصل بعد ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد. كنا قد توقفنا في مشهد الحياء في عرضنا على الله عز وجل. أعمالك تعرض على الله في هذه الأيام وينبغي أن يملأك الحياء، وانت كمان ينبغي أن يملأك هذا الحياء. هتقولي إيه ربنا على تفريطك وتضييع وقتك، هتقولي إيه ربنا على تقصيرك في حق الله، هتقولي إيه ربنا على السنين اللي ضاعت وما صليتيش فيها، هتقولي إيه ربنا على الساعات اللي ضيعتيها في سماع الأفلام والمسلسلات، هتقولي إيه ربنا على المكياج والتبرج والسفور، هتقولي إيه ربنا على التهاون بالحرمات. ماذا سنقول لله؟ مشهد الحياء ينبغي أن يملأنا. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي والله والحمد لله، قال ليس الأمر كذلك. يعني أمر الحياء مش مجرد كلام إن أنا أقول أنا عندي حياء، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموتى والبلى. الصحابة كانوا يستحيوا من الله حق الحياء، لدرجة زي ما سيدنا الشيخ عبد السير ذكرنا الآن أن سيدنا عثمان كان يغتسل في البيت المظلم في الليلة الظلماء ومع ذلك يستتر حياء من الله. سيدنا سليمان بن داود يقول إني لا أخوض في شيء من أمور الدنيا مع الناس
حياء من الله، يعني لا تكلم لا في جدالات ولا في نقاشات ولا في عصبيات ولا في حميات ولا في أي شيء من هذه الأشياء التافهة الفارغة، حياء من الله، لأن ربنا حيسألني عن هذه الدقائق المعدودة عملت فيها إيه. يقين لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل به، عن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. مشهد الحياء، عايزين بقى نستحي يا شيخنا ونقول الكلام لينا أولا، أنا بكلم نفسي والله الأول، بوجه هذا الكلام إلى نفسي أولا، وبنصح به كل من يسمعنا الآن. الحياء من الملائكة الذين يكتبون عنا ويخبروننا عنا، يوصلوا أخبارنا لربنا كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. لازم نتكسف ونستحي من الملائكة دول، ولا ايه شيخنا؟ شيخنا بارك الله فيك. لما سأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم أشد الناس حياء، وهم خير الخلق، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكيف بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم بالحياء ويعلمهم الحياء ويعلمنا نحن؟ نحن أشد حاجة إلى تعلم الحياء من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يقول الحياء، هو يتكلم عن حقيقة الحياء. شيخ الله يبارك فيك وفي السامعين والمشاهدين أجمعين، أنا عايز أقول حقيقة الحياء، عايز أقول حقيقة الصلاة، عايز أقول حقيقة الصيام، حقيقة العبادات، كل شيء عايزين الحقيقة فيه وليس الشكل والظاهر. نريد أن كل شيء يبقى على حقيقته، حقيقة التوبة. هؤلاء هم المؤمنون حقا، المؤمنون حق. يبقى فيهم مؤمنون يدعوا الإيمان، قالت العرب آمنا، وفيه مؤمنون حقا، هؤلاء هم الكافرون حقا. فحقيقة الحياء كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فإن فعلت ذلك فأنت عندك حياء. أحفظ الرأس، عينيك، اللهم احفظ أبصارنا، أمين يا رب. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك يا رب. أحفظ عيني، النظرة سهم مسموم من سهم إبليس، العينان تزني. لو إنسان ملء قلبه الحياة ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول العينان تزني، كيف يكون حالك وعيناك تزني؟ أين الحياء؟ يبقى من الحياء انك انت تحافظ على عينيك، عينيك من الحرام، على اذنك من الحرام، لسانة. على لسانك من الحرام. ده اللسان، ده احنا هنقف مع اللسان النهارده ان شاء الله على وقفات. لان هل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم الا حصائد ألسنتهم؟ نعم. احنا عايزين نتعلم ان شاء الله، ياتي معنا ان شاء الله في حلقه رمضان، ان شاء الله، والمشاهدين معنا ان شاء الله، تقبل الله منا ومنكم، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا حسن صيام هذا العام، وارزقنا حسن القيام هذا العام، وارزقنا ليلة القدر هذا العام، وارزقنا عمرة في رمضان هذا العام، انك على كل شيء قدير. يبقى عايز حياء اللسان، حياء البصر، حياء السمع، ده انا عايز حياء العقل اللي جوه الراس. نعم. المخ ده بتفكر في ايه؟ بتفكر في ايه؟ الا تستحي وانت تفكر في معصية، في شهوة، في امرأة، في كذا؟ الا تستحي من الله اخي واختي؟ ألا تستحي والله يطلع على ما في عقلك؟ الله يطلع الآن على ما تفكر فيه. نعم. ويستحي حقيقة الحياء بحفظ البطن من أكل الحرام، حفظ الفرج أن يكشف ويعرض. اللهم استر عوراتنا، واستر أعراضنا وأعراض المسلمين أجمعين يا رب. اللهم ارزقنا الحياء منك يا رب. والحياء من النبي محمد يا شيخ، ربنا يبارك فيك وفي المشاهدين أجمعين. الحياء من النبي محمد، يا حلق اللحية، وقد أمرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللحية، كيف يكون حالك وأنت تقف أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم تطلب الشفاعة وأنت مخالف لسنته وأنت مخالف لهديه؟ ألا تستحي من النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف سنته ثم تطمع في شفاعته؟ اللهم ارزقنا شفاعته، أحينا على سنته وأمتنا على سنته. الحياء يا شيخنا حتى من المخلوقات اللي بتعبد ربنا وتحسن العبادة عننا. نعم. يعني كان أحد السلف يقول يستحي أحدكم من ثيابه فلعل ثوبه أعرف الله لله منه. الله أو الله والله. قال رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم، صلوش على النبي كمان، زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل حاجة عارفة ربنا، في مخلوقات كتير جدا 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 بتحب ربنا، بتحسن عبادة ربنا، بتتقرب إلى ربنا،